السؤال بيطرح نفسه، مين النهارده انقذ مين؟ هل اللعيبه النهارده انقذت جاريدو؟ واضح النهارده ان جاريدو ابتدى بشكل خاطئ، كان ممكن النهارده يدفع بالمجموعه، لكن زي ما قال الكابتن طارق يحيى ان هو يدعم بمجموعه من الخبره في وجود حسام غالي، تريزيجيه كانت هتبقى الشكل افضل. شفنا النهارده تالق كبير جدا لرمضان صبحي. مين النهارده شال مين يا كابتن؟ لا يعني اقول لك يعني هما الاثنين شالوا بعض، لكن انا اعتقد ان اللعيبه نجحت فكرة جاريدو. صحيح متأخر، ده طبيعي على فكرة، لأن اللعيبة تفتقد لخبرات كبيرة جدا. هو نجحت فكرته بعد ما عدلها، حتى ولو قبل ما يعدلها قدروا إنهم يكسبوا. لكن المشكلة مش في الكلام ده كله، أنا قلت لك قبل كده إن أنت بتحط لعيبتك تحت ضغوط صعبة جدا. النهاردة كان من الممكن إن الأهداف اللي ضاعت، أولا لازم نحيي نادي النصر على أدائه طبعًا. لأن نادي النصر النهارده مضيع أربع أهداف يا أستاذ فتحي، انفرادات الفرصتين اللي هم بروحين دول، أو الفرصة اللي بروحين دي في الآية بتاعة الولد وية دي في الآخر، يعني إجوان يعني، غير اللي شالوا معاد لعب منع. فأنت بتتكلم على فرقة كان عندها جرأة، واللي أعطى الجرأة نادي النصر النادي الأهلي، مش النادي الأهلي كنادي، لا كتشكيل النادي الأهلي. أعني بكلمتي تشكيل النادي الأهلي أعطى جرأة كبيرة جدا لفريق النصر، خلى الولاد لا إيه ده حسين السيد، ده مين ده، ده مين ده، لؤي ده، فين بقى، فين نجيب، وفين سمير، وفين باسم، وفين حسام غالي. لا الأسماء دي بتخض يا سيف، وخاصة في فريق بخبرات فريق نادي النصر. أنا عايز أقول لك خبرات النادي الأهلي كمان ما عملتش، ما طبقتش الروح الرياضيه اثناء المباراه دي 14 بالظبط. لو ياسر عاصم معانا، معلش يا ياسر بعد اذنك، دي 14 اللي انا عايزها مع حضرتك. ده هي دي. الراجل وقع، بص ده لعيب نادي النصر وقع اهو، بص هنا بقى، هنا لو لعيبه الاهلي اللي بتلعب حسام غالي هتطلع كرة بره، بص هنا الراجل، هنا الراجل ده العب. لا نكمل يا ياسر بقى، الراجل وقع اهو، نكمل ده لسه بدري، لسه كمل يا ياسر، العب اهو، اتعملت المفروض هنا بقى ايه، اطلع بره. لا الولد وقع بتاع النصر، ما طلعش بره حسين السيد اهو بالعرض، فاهمني، رجع تاني. بص كل ده الراجل وقع اهو. انت كتيم كبير نادي الاهلي، مبادئ كره القدم والفير بلاي لازم تطلع الكره بره. بص حساس الحراك سريعا، هنروح لاستاد القاهره والزميل شريف شعبان مع نجم نادي الاهلي باسم علي. اتفضل يا شريف. الافريقي عايزين 3 بونت، كانوا مهمين جدا نحسن ترتيبنا في الدوري. عندنا طبعا خلاص صفحه طويناها لماتش الدوري، عندنا ماتش نهائي افريقيا طبعا هنستعد ليه من بكره ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه جدا مش للنادي الاهلي بس، يمكن البطوله دي ما دخلتش مصر، بنسعى ان احنا ان شاء الله تبقى اول بطوله تخش مصر وتتحسب للجيل اللي موجود دلوقتي في النادي الاهلي، وان شاء الله من بكره نبدا نفكر فيها. قول لي يا كابتن باسم، المباراه يعني تعقدت بلغه الكوره وقربت خالص وما كانتش مدياكو، بس قول لي جاريدو قال لك ايه قبل ما تنزل في الوقت الحاسم اللي نزلت فيه؟ يمكن هي طبيعة ماتشاتنا كلها كده، يمكن الناس كلها بتبقى، انا لما كنت في المولينا كنت رايح ماتش الهدف مركز فيه 100%، فهي الماتشات كلها بتبقى بالنسبه لنا صعبه. طبعا فرقة النصر فرقه محترمه بتادي كل ماتشاتها كده، بقول لهم ارضي لك اللي جاي احسن ان شاء الله. هو اللي كان مطلوب مني انا والناس اللي نزلت ان احنا نلعب دايما لقدام، وان احنا نلعب على جون كتير، والحمد لله يمكن كان في توفيق من عند ربنا قدرنا نغير النتيجه، وده اللي احنا كنا عايزينه من المباراه. يعني معسكر 3 ايام عشان الكونفدراليه مظبوط؟ ان شاء الله من بكره ان شاء الله. امتى؟ بكره. فين يا كابتن؟ في الدفاع الجوي ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن. كابتن طارق، احنا هوا كابتن طارق بنقول لك اهلا بك على التلفزيون الحقيقه، احنا طارق هوا كابتن طارق يحيى والكابتن هادي خشبه والكابتن سيف زاهر، الف مبروك 3 بونت النهارده. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله مكسب صعب، يعني ما فيش فرقه سهله وفرقه صعبه، الماتشات كلها صعبه. النهارده يعني زي ما انت شايف كده في ناس كتير مريحه عشان الماتش اللي جاي بتاع افريقيا، فان احنا نكسب في الدقيقه الاخيره دي، في مكاسب كتير الحمد لله. احمد عادل النهارده الحمد لله واقف على رجليه باستثناء الهدف بس، بالزبط طبعا هفه من الهفوات. معلش بس في المجمل المباراه مباراه كويسه باستثناء طبعا الهدف، بس في المجمل عامل مباراه كويسه الحمد لله. مباراه صعبت ليه النهارده عليك؟ والله يعني احنا في فرصه في اول 20 ثانيه او 15 ثانيه بتاع كريم بامبو اللي حطها في العرض، لو اتجت الماتش هيتسهل، لو جبنا جون بدري الدنيا هتتسهل علينا. ليه برضه خد بالك اللعيبه، لا في لعيبه كتير ما لعبتش قبل كده كتير، يعني في يعني واحد زي اسلام رشدي، لؤي، شريف حازم، لعيبه كتير، يعني لو عديت عدي اكتر من 7-8 لعيبه. فكان الماتش صعب عشان النتيجه 0-0، وبعدين هم كمان بيجيبوا جون في اخر الشوط الاول فتصعب اكتر. نزلنا الشوطين زي ما انت شايف بقى كده، اضاعه الوقت والجون يقع، يعني وقت ضاع كتير جدا، يعني اكتر من 6 دقائق بكتير. ففي النهايه الحمد لله ربنا اكرمنا. مستوى احمد عادل النهارده انا راضي عنه جدا، مجمل المباراه باستثناء الهدف عامل مباراه كويسه. طمنا بقى على شريف اكرامي.
شريف انا بكلمه بطمن عليه كل يوم وبيعمل علاج طبيعي هناك وهيرجع يوم 30 ان شاء الله وغالبا هيقعد يومين ثلاثه كده ويرجع ثاني يكمل والمره الرجوع الثاني بقى ان شاء الله يبقى في الملعب ان شاء الله. مش هيلحق الكونفدراليه خلاص. لا صعبه صعبه جدا قدامه لسه شهر شهر وشويه. شكرا يا كابتن. شكرا. كابتن سيف معانا تريزيجيه بس هو يخلص لقاء وهيبقى معاك دلوقتي في على الهواء مباشره من استاد القاهره. كابتن تريزيجيه تحياتي للكابتن سيف زاهر لحضرتك والكابتن هادي خشبه والاستاذ فتحي سند والكابتن طارق يحيى والف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا انا بمس عليهم كلهم طبعا والحمد لله على ثلاث نقط غاليين زيهم زي ثلاث نقط. طبعا فريق مصر فريق محترم جدا وكده والشوط الثاني قدرناه واحترمناه كويس والحمد لله ربنا قدنا قد تعبنا وكسبنا. المباراه صعبت النهارده عليكم كده ليه؟ ما فيش والله. الشوط الاول كان فرص كتير ضاعت مننا وكده ربنا ادانا واحنا ما جبناش فهم اللي وصلوا يعني جابوها بس الحمد لله الشوط الثاني زينا ضغطنا عليهم من اول الماتش والحمد لله ربنا ادانا ثلاثة بونت في اخر لحظه يعني. تعليمات جريدو كانت ليك ايه بالتحديد؟ ما فيش والله. نزلت قال لي امسك انت الكوره والعب مع لاعب الفرقه يعني وكده عشان الفرقه كلها كانت كله كان بيجري وكده فالحمد لله الواحد نزل الحمد لله يعني كسبنا وكده والحمد لله اللعبه كلها كانت كويسه والحمد لله ربنا. توقعات تفوزوا النهارده؟ اه والله احنا اخر لحظه بنلعب لاخر لحظه في نادي الاهلي ان احنا نكسب فيه. معسكر بكره كونفدراليه مصر كلها في ظهركم باذن الله ناخد اللقب اللي غايب عن مصر بقاله فتره ان شاء الله باذن الله. اللعيبه الموجوده في نادي الاهلي كلها رجاله لو هنلعب بتسع لعيبه حتى لو مفيش حد هنكسب باذن الله وهنفرح جمهور مصر كله. معسكر كام يوم؟ مفيش والله. احنا بكره تمرينتين مع هنتمرن تمرينتين والمعسكر يوم الاربعاء هنسافر على طول. بالتوفيق يا كابتن وباذن الله تفوزوا وتفرحوا مصر كلها ان شاء الله باذن الله. كابتن سيف هذا كل ما لدي الان في مزيد من اللقاءات بعد قليل. كابتن سيف احنا مكملين معاك يا شريف ما تقلقش يعني. بشكرك شكرا جزيلا الزميل شريف شعبان وكل سنه وانت طيب النهارده عيد ميلاده. والحقيقه يعني النهارده انتصار النادي الاهلي شيء جميل جدا وزي ما قال الكابتن طارق يحيى بنحيي نادي النصر برده على اداء النهارده مشرف بشكل كبير. يعني يا كابتن طارق الاداء غايب الروح الرياضيه. انا بقول لك بكمل لك نقص خبره لعيبه النادي الاهلي اثناء الاداء واثناء اللعبه دي تجلت بقى في اللعبه دي ان انت ما عندكش ثقافه الروح الرياضيه كلاعب صغير. كل الكره بص من الدقيقه كام 14 لغايه الدقيقه حوالي 14 و40 و30 ثانيه و35 ثانيه فضلت الكره يا سيف تتنقل من لعيبه الاهلي والولد بتاع النصر واقع. اعتقد ان من الثقافه او من الفير بلاي لازم تطلع الكوره بره لان في لاعب واقع بص هنا وجون بص لغايه الدقيقه 20 5 يعني قعدوا يلعبوا 25 ثانيه والراجل اعتقد معانا برده من استاد القاهره. معلش يا كابتن طارق معانا من استاد القاهره محمد هاني نجم النادي الاهلي مع الزميل شريف شعبان. اتفضل يا شريف. الولد ده لعيب كويس. معاك يا كابتن سيف. انت اديت النهارده اداء متميز ما خفتش من الفرقه النهارده كانت واقفه على رجليها وقدمت مستوى جيد النهارده. والله يعني الحمد لله يعني هو مستر جريدو كان بيدينا الثقه والحمد لله يعني بدا بمجموعه كبيره وما كانتش بتلعب والحمد لله كنا على قد المسؤوليه وقدرنا ان احنا نجيب المكسب. يعني تعليماته كانت ليك النهارده كابتن جريدو؟ والله هو يعني اهم حاجه ان انا دافع كويس والهجوم بقى يعني واحده واحده كده بس الحمد لله. توقعتوا للمباراه تهرب منكم؟ لا 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 الحمد لله احنا ان شاء الله يعني كله كان بي بي بيلعب كويس وكله كان رجاله والحمد لله قدرنا احنا نحقق الكونفدراليه بقى. واحد من المصريين كلهم شايف الاهلي قادر على الفوز بالكونفدراليه؟ طبعا يعني ان شاء الله دي بطوله هتبقى بطوله كويسه جدا في تاريخ النادي الاهلي. اول فريق عربي هياخدها ان شاء الله والنادي الاهلي هياخدها باذن الله. الف مبروك. كابتن سيف يمكن اديني بس يا كابتن سيف دقيقتين واعمل لك لقاءات حصريه مع الكابتن شريف كابتن شريف حازم والكابتن نقي نجم دفاع النادي الاهلي. احنا معاك يا شريف يعني خد وقتك مفيش مشاكل. احنا الحقيقه احنا معاك لقاءات ممتازه النهارده من لعيبه النادي الاهلي وكلام الحقيقه برضو واضح النهارده الحاله النفسيه على لعيبه النادي الاهلي. الفوز جه بشكل صعب جدا. اتفضل. الضغوط اللي كانت لعيبه النادي الاهلي سيف بتخرج اللعيب عن تركيزه وعن شعوره في نفس الوقت. هتروح تاني هناك فاهم رايح تقريبا في شريف حازم. في شريف حازم يا جماعه صدق يا كابتن لو في هقول لحضرتك. فطبعا انت بتتكلم على تيم النادي الاهلي انت حطيت لعيبتك في ضغوط وقلنا الكلام ده من الاول قلنا احنا لغايه عشان يعني حضرتك بقى سيب لك الوقت بقى هنروح لؤي وائل ونرجع تاني على طول. لؤي وائل مع الزميل شريف شعبان. اتفضل يا شريف. بس الحمد لله على الماتش كان صعب. الفتره دي كانت مهمه لينا عشان كل اللعيبه اللي كانت موجوده دلوقتي هنا ما بتلعبش فحاولنا ان احنا نثبت للجهاز الفني ان احنا نقدم مسؤوليه والحمد لله ادينا وكسبنا الحمد لله. انه اي ظهور رسمي ليك النهارده اول ظهور رسمي ليك يمكن يعني ادائك ثابت طول المباراه باستثناء غلطه غلطتين وده شيء طبيعي لان ما كانش في انسجام ما بينكم لان اللعيبه اول مره تلعب مع بعض على ما اظن النهارده.
لا طبعا الحمد لله طبعا مستوى يعني في احسن من كده كتير، بس مع قله اللعب بس ان شاء الله مع ماتشات المستوى هيجي. بس النقطه طبعا كل اللي لعبتها انت قصيره دي للشريف طبعا كانت وحشه مني، بس نحاول نتفاداها الفتره الجايه وان شاء الله يكون احسن من كده باذن الله. اي النهارده الاهلي بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه ومصمم على الفوز، وقدرت تفوزوا في اخر يمكن فرات الضايع. لا طبعا ده طبيعي، احنا الحمد لله في اي لحد اخر ثانيه احنا بنلعب على الفوز، ده روح النادي الاهلي، ده طريقه لعبنا من زمان من صغير من عند 8 سنين في النادي الاهلي، ده اللي متعودين عليه عمرنا ما بنفكر في التعادل خلاص كده الماتش خلص، لا لحد اخر دقيقه لحد اخر ثانيه كلنا بنهاجم كلنا عندنا روح، وهي دي روح النادي الاهلي. الف مبروك كابتن. شكرا. كابتن سيف لك الكلمه الان. اخر كلام ولا معاك حد ثاني يا شريف؟ خلاص هو سامعني. طيب ماشي، بشكرك شكرا جزيلا الزميل شريف شعبان من استاد القاهرة مباشرة. اتفضل كابتن. فبقول لك ان هو الراجل الحقيقة اختار تشكيل، يعني حتى لما اجي اعمل تشكيل انا قلت لك حتى لازم ابدا باللعيبة اللي هي محتاجة ماتشات من الفريق الاول، وفي نفس الوقت لو انا خايف عليهم الاصابات ما ممكن يتعرضوا في ماتشات تانية او تدريبات. بس اقول لك كابتن عنده ظاهرة غريبة، كل الماتشات اللي بيخسرها او بيأدي فيها بشكل سيء هي ماتشات الفرق اللي طالعه الصاعده من تحت، واضح ان هو باني حساباته في الحته دي بشكل خاطئ. لا اللعيبه اللي المبهمه بالنسبه للتيم النادي الاهلي هي دي اللي بتعمل الفارق، لكن ان انت لو بتلعب مثلا الاتحاد السكندري بتلعب الزمالك بتلعب الفرق الكبيره دي بتبقى عارف تحركات اللعيبه، وتبقى انت كلاعب بتبقى انت عارف الدنيا فيها ايه. بس فدي هي القصه. كان هو عموما انا بتكلم على ان هو بدا غلط وصح في الاخر، وربنا كرمه اللعيبه انقذته وهو انقذ نفسه برضه. نتيجه طيبه للنادي الاهلي. نروح برضه بس برضه لازم نبارك لنادي النصر على ادائه واحرازه هدفين. نبارك لنادي النصر. نروح للشريف حازم مع الزميل شريف شعبان. اتفضل يا شريف. ما جابش حد من مصر ايه؟ كابتن شريف الف مبروك نار الثلاثه بونت غاليين النهارده، وتحياتي الكابتن سيف وضيوف الكرام ليك كابتن هادي كابتن طارق والكابتن فتح سنة. طبعا بحيي كل الناس اللي موجوده، كابتن سيف وكابتن طارق وكابتن هادي واستاذ فتحي سند. والحمد لله النهارده اهم حاجه في الماتش بصراحه، يعني انا حاول انسى كل الماتش، اهم حاجه احنا خدنا ثلاث نقط. بالنسبه ماتش صعب قوي، صعب جدا. بص انت الدوري خلاص كل الفرق بقت مستوى، يعني مستوى بقى متقاربه، مفيش جمهور، فبقى المستويات كلها الماتش بقى يعني المستويات متقاربه، فممكن هجمه هنا وهجمه هنا. وبصراحه نادي النصر النهارده بحقيقة عمل ماتش كويس جدا، ومدرب كابتن سيد مدرب كويس جدا، وهارد لك معلش هم كانوا يعني الاخر الماتش كسبانين، ودي الكوره الحمد لله. الكونفدراليه بقى وحلم المصريين والمعسكر والاستعداد للمباراه الهامه دي. طبعا ربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتش اللي جاي وناخد البطوله، ودي بطوله طبعا ما دخلتش مصر خالص يعني، فان شاء الله النادي الاهلي زي ما عود الجماهير كلها ان هو يكون اول نادي يدخلها مصر ان شاء الله ويفرح الناس باذن الله. الف مبروك كابتن. شكرا حبيبي. لك الكلمه كابتن سيف. شريف بشكرك شكرا جزيلا الزميل شريف شعبان من استاد القاهره مباشره.